السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم الفصل الثاني Coordinate Systems and Transformation. أخذنا بالفصل الأول الفكتورز وشون نسوي عليهم جمع وطرح وقسمه، العفو جمع وطرح وضرب. وضرب أخذناه بنوعيتين الدوت برودكت والكروس برودكت. بالفصل هذا راح نشوف شلون نقدر نعبر عن البوينت أو الفكتور من خلال نظام الإحداثيات coordinate systems، وشون نسوي transformation بين هاي coordinate system. عندنا ثلاث أنواع أساسية من coordinate systems. أول نوع اللي هو cartesian coordinate اللي أخذناه بالفصل الأول، اللي كنا نتعامل ويا النقطة على أنه هي أول إحداث يمثل عندي يمثل ال x، والثاني يمثل ال y، والثالث يمثل ال z. مشكلة بالستايلش. اوكي، فأول نقطة تمثل عندنا الاكس الكارتيزيان، والثاني يمثل الواي، والثالث يمثل الزد. هذا الشيء اللي أخذناه. أيضا نسميه بالريكتانجولر أو الكارتيزيان. طبعا قيم x y z هي ما بين الماينس انفينيتي الى الانفينيتي، يعني اي قيمة ممكن ناخذها تمثل لي الاكس والواي والزد، يعني بهذا الرينج مسموح لنا ناخذ اي قيمة ونعبر عليها بهاي الطريقة. هاي الكومبوننت مال فيكتور، والفيكتور نكتبه بهاي الطريقة، كل واحد ويا اليونت فيكتور مالته الاي اكس والاي واي والاي زد. النوع الثاني اللي راح ناخذ اليوم اللي هو السيركولر او السيلندريكال كوردينيتس. السيلندريكال كوردينيتس النقطة اللي راح تجينا أول إحداثي بالنقطة هو الرو، وثاني إحداثي هو الفاي زاوية الفاي بالدجري، والثالث هو الزد. الاختلاف راح يصير عندنا بالرو اللي هي تكافئ الاي اكس، وبالاي واي اللي هي تكافئ العفو الرو اللي تكافئ الاكس وليس الاي اكس. احنا عندنا هنا المكافئ لها بالكارتيزيان. راح يكون عندنا x y و z. شلون نحصل على هاي الرو؟ بالبداية لازم نشوف الرو شو تمثل والفاي والزد شو تمثل. لو نجي نباوع على هذا الرسم، عندي هذه الإحداثيات اللي هي الأساسية، هذا ال x وهذا ال y وهذا ال z. الفاي أو الرو هو من نقطة الأصل إلى حد ال P اللي هي النقطة مالتنا، فهذا هذا الخط يمثل لي الرو. البروجكشن ماله اللي يسقط على ال XY plane راح يولد لي زاوية ما بينه وبين ال X، يعني من اتجاه ال X إلى اتجاه ال Y. هاي الزاوية نسميها الفاي، هاي ثاني إحداثي. أما الزد فهو نفسه مثل الكارتيزيان ما يختلف، يعني الزد عندنا متناظر مع الكارتيزيان، يعني ما راح يصير عندنا ترانسفورميشن تحويل ما بين الكارتيزيان والسيلندريكال. الزد راح تبقى نفسها، شغلنا راح يصير على الرو والفاي اللي هي الأزمث أنجل ما بين الأكس باتجاه الواي، ما بين الأكس والبروجكشن مال الرو على الأكس واي بلاين. ايضا الرو راح يكون عندها يونت فيكتور اللي هو الاي رو، وهذا الاي فاي اللي هو اليونت فيكتور مال الزاويه. يعني لو لاحظوا الزاويه هاي اتجاهها، فايضا لازم يكون اتجاه الاي فاي بنفس الاتجاه هذا الاي فاي مالته. والاي زد هذا اللي متجه للاعلى، هذا هو باتجاه الزد اللي قلنا هي نفسها. وهذا طريقة السيلندريكال كوردينيت سيستمز، شلون الفرق بينه وبين الكارتيزيان. احنا اللي يهمنا من هذا الموضوع، يعني الفصل الثاني بشكل عام، يهمنا من عنده موضوعين اساسيين. اول موضوع نفهم النقطة
مكتوبة بيا سيستم، يعني مكتوبة بالكارتيزيان لو بالسيلندريكال لو بالسفيريكال. وثاني نقطة اللي هي الأهم، شلون نحول من الكارتيزيان إلى السيلندريكال أو بالعكس، أو من الكارتيزيان للسفيريكال وبالعكس، شنو القوانين اللي نستخدمها؟ هسه راح نشوف القوانين اللي هي عبارة عن قانونين سهلات، وشلون راح نحصل على هاي القوانين، يعني الاشتقاق مالتها. الروح مثل ما شفنا هي من الصفر، يعني من الأوريجين إلى أي قيمة للإنفينيتي. الفاي هي هاي الزاوية اللي هي راح تكون من الصفر، تبدي تاخذ 360 درجة على اعتبار أنها هي سلندريكال كاملة، اسطوانة كاملة، فمن الصفر إلى 360. والزت هي نفس الزت اللي كانت موجودة بالكارتيزيان، فتاخذ أي قيمة سواء سالبة أو موجبة. هنا الطريقة اللي نكتب بيها الفكتر بعد ما نستخرج الايرو، وراح نشوف شلون نحصل على الايرو، وراح نحصل على الاي فاي، وراح نحصل على الاي زد. نكتبها بهاي الطريقة، الايرو ايرو، والاي فاي اي فاي يعني اليونت فكتر، والاي زد مضروب بالاي زد. نفس الطريقة نستخرج الماجنتيود الرو، شلون نحصل عليها إذا عندي نقطة اكس واي زد. هذا القانون اللي بشكل عام يعني يكون دائما بين مستطيل، هذا القانون هو اللي نستخدمه المهم، يعني ما قبله هو يكون تمهيد إلى أو اشتقاق. الرو راح يكون تحت الجذر التربيعي اكس تربيع بلس واي تربيع. أما بالنسبة للفاي فهو راح يكون التان انفيرس، تانجنت انفيرس الواي على الاكس، والزد هي نفس الزد. يعني إذا جت عندي نقطة x y z يقول لي حول لي اياها الى النظام السلندريكال، تحول النقطة وليس الفكتر، وراح تكون بهاي الطريقة ال x وال y داخلها بهذا القانون، راح يطلع عندي الرو، فهنا راح يصير الرو، والفاي نقسم الواي على اكس وناخذ ذا تان انفيرس، تنزل الفاي هنا، والزت نفسها نجيبها ونخليها مباشرة، صار عندي هاي النقطة. من بعد هاي النقطة لازم اطلع من عندها الاي فاي، الاي رو بالبداية، والاي فاي، والاي زت. بس راح نشوف على قانون نطلع من عنده الكومبوننتس مال الفكتر بالسيلندريكال كوردينيت. إذا بالعكس أريد أحول، إذا كان عندي هاي النقطة وأريد أرجعها بالعكس لهاي النقطة، فالإكس يعني إذا كان عندي نقطة بالسيلندريكال كوردينيت وأريد أرجعها للكارتيزيان، فالإكس تساوي رو كوساين فاي، يعني راح يكون عندي الفاي، وراح يكون راح يكون عندي الفاي والرو، طلع الإكس، وراح يكون عندي الواي أيضا طلع من الرو والفاي، والزت هي نفسها الزت. هاي الطريقة اللي نستخرج من عندها الكومبوننتس من خلال هذا الفيجر، يعني هاي الزاوية مناظرة لهاي الزاوية، وراح ناخذ المجاور ونقسم، راح نوصل إلى هاي الماتريكس اللي هي مطالبين احنا بالشغل، يعني احنا الاشتقاق ما راح نستخدمه يعني بالحل، راح نستخدم هاي الماتريكس مباشرة. نخلي هذا الفكتر اللي هو يمثل لي الاي رو والاي فاي والاي زد، هذا القانون مهم، هذا القانون حفظ، وهذا القانون حفظ، هذا ذا بالعكس. فاول فكتور يمثل لي الاي رو والاي فاي والاي زد اللي هي انا اريد احسبها، وهذا الفكتور اللي مضروب بهاي الماتريكس راح يساوي لي الاي اكس والاي واي والاي زد اللي هي انا تكون موجودة عندي بالسؤال، يعني منطيني فيكتور بالكارتيزيان واحوله لازم الى فيكتور بالسلندريكال. الماتريكس هاي اللي عندنا شنو هي؟ عندي كوساين فاي، ساين فاي صفر، ماينس ساين فاي، كوساين فاي صفر، صفر صفر واحد. هاي شلون جتي؟ شلون حصلنا عليها؟ هاي حصلنا عليها من خلال الدوت برودكت ما بين الفيكتور نفسه ويا اليونت فيكتور. بس راح نشوف هاي الجو، هاي توضيح شلون حصلنا عليها.
حصلنا عليها من خلال انه ضربنا ال AX دوت ايرو، يطلع عندي كوساين فاي، وال AX دوت اي فاي، وال AX دوت اي زد. يعني اذا نرجع على هاي الطريقة اللي قبلها، نشوف انه الفكتور من نضربه بشكل عام راح يصير عندي انه اليونت فيكتورز مالتي، شو ما اخذنا بالكروس برودكت، يعني بالدوت برودكت قلنا اذا كانت متشابهات راح تنطيني واحد، واذا مختلفات تنطيني صفر. فمن اسوي دوت برودكت على الفكتور كله باليونت فيكتور، راح احصل على هذا القانون. وبنفس الطريقة اقدر احصل على هذا القانون اذا استخدم بالعكس، يعني اذا اريد احول من السلندريكال للكارتيزيان. بس احنا نقدر مباشرة نحفظ هاي الماتريكس وهاي الماتريكس، وصراحة نشوف بالمثال مجرد ما نطبق هاي القانونين مباشرة راح تنحل عندنا المسألة. يعني هذا احنا ما مطالبين نحفظ، اذا حفظنا هذا القانون وهذا القانون، هذا 2.13 و2.15 مباشرة نقدر نحل اي سؤال. بس قبلها لازم نطلع الرو والفاي حتى نقدر نعوضها هنا بالكوساين والساين ويطلع عندي السؤال. طيب النوع الأخير اللي هو السفيريكال كوردينيت. السفيريكال كوردينيت النقطة مالتها تتمثل بهاي الإليمنتس، اللي هي أول واحد راح يكون عندي الآر، والثاني راح يكون عندي ثيتا، والثالث راح يكون عندي فاي. الفاي هي نفس الفاي، والثيتا والرو والآر، ثيتا والآر راح نشوفها شنو تمثل لي. نجي على هذا الشكل اللي هو يوضح لي انه انا عندي شكل كروي، هاي الفاي هي نفسها ما بين الاكس الى الواي على البروجكشن مال رو، الار هو شو يمثل لي على البروجكشن مال ار، العفو هنا عندنا ار مو رو، فهاي الار اللي هي نصف قطر الكرة اللي كافئ بالسلندريكال الرو، فالبروجكشن مالها الاسقاط مالها على الاكس واي بلين راح يولد لي زاوية ما بينه وبين الاكس، يعني من الاكس الى هذا البروجكشن، هاي تمثل لي الفاي. والار هو نص صفر الى البي اللي هي النقطة، ويبقى عندي الثيتا. الثيتا هي الزاوية ما بين الزد باتجاه الار، هذا الاكس الزد اكسس باتجاه الار. وشلون نحسب هاي الثلاث اشياء حتى نعبر على النقطة بالسفيريكال كوردينيت؟ إذا كانت عندي النقطة بالكارتيزيان، إذا the space variables x, y, z in Cartesian coordinate can be related to variables r, theta, phi of a spherical coordinate system. راح يكون عندي x, y, z تربيع، x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع تحت الجذر يعطيني ال r، theta كذلك tan inverse x تربيع زائد y تربيع تحت الجذر على z، والفاي هو tan inverse الواي على الاكس. نفس القانون بالنسبة للفاي، بس الار راح تختلف والثيتا تختلف. اما اذا بالعكس اريد احول من السفيريكال للكارتيزيان، يعني اريد احصل على الاكس والواي والزد، راح يكون عندي القانون الاكس تساوي ار ساين ثيتا كوساين فاي، والواي ار ساين ثيتا ساين فاي، والزد هي ار كوساين ثيتا. إذا صار عندي بشكل عام، صار عندي قانون للرو بالسلندريكال، وقانون للثيتا، والزت هي نفسها كانت الزت. بالنسبة للسفيريكال صار عندي هاي الثلاث قوانين، وإذا بالعكس أحول هم ثلاث قوانين عندي، فهنا ستة وهناك أربعة عشرة بالإضافة إلى الماتريكس اللي قلنا نطلع من عندها الاي اكس والاي واي والاي زد، او الاي رو والاي فاي والاي زد. هنا نفس الشيء راح يكون عندي الاي ار والاي ثيتا والاي فاي، هذا الفكتور ويا هذا الفكتور، يعني الفكتور هو
اللي أنا أريد أحسبه يصير هنا، واللي أريد أحول من عنده يصير هنا، ونضرب يعني نضرب الـ AX، يعني هي طريقة الحل هنا. أنا صراحة نشوفها بالمثال بس توضيح، يعني راح يصير عندي إنه هاي الـ AX أضربها بهذا، بعدين أقول أنطي الناتج إيش قد، بعدين زائد أضربها بهذا، زائد أضربها بهذا. بالنسبة للـ AY نفس الحالة، وبالنسبة للـ AZ نفس الحالة. أقدر حتى أحسب الـ AR والـ A5 والـ A والـ A ثيتا والـ A5. وهنا ده كان عندي الكارتيزيان. إذا هاي القوانين الأساسية حتى نحول بين الـ Coordinate Systems، بين النظام والأحداثيات. إذا نجي نشوف مثال على هذا الكلام حتى نستخدم القوانين ونفهم التحويلات شلون تصير. Example: given point P minus 2, 6, 3 and vector A y AX plus X plus Z AY. إذا منطيني نقطة، وهاي النقطة هي الكارتيزيان، يعني هذا الـ X وهذا الـ Y وهذا الـ Z، ومنطيني هذا أيضا بالكارتيزيان، لأن نشوف إنه الـ AX بنشوف الـ AY، يعني بدنا نشوف لا الـ A ثيتا ولا الـ A5، وما عندي أي Z، فإذا نقدر نقول إنه هو زائد صفر أي Z. هذا الـ X زائد Z هي كلها تمثل لي شنو؟ تمثل لي الـ AY. وهذا الـ Y هو يمثل لي الـ AX. هذا الشيء احنا نعرفه، يعني شلون نعبر عن الفكتور بالكارتيزيان. Express P and A in cylindrical and spherical coordinates. إذا هو هسه عندي النقطة بالكارتيزيان وعندي الفكتور بالكارتيزيان. يقول حول النقطة والفكتور إلى السيلندريكال والسفيريكال كوردينيت. أول شيء نبدأ به لازم نستخرج النقطة، يعني هاي النقطة بدل ما هي اكس واي زد لازم نحولها الى، بالبداية اذا سلندريكال لازم نحولها الى رو فاي زد، بعدين لازم نحولها بالسفيريكال الى ثيتا فاي ار ثيتا فاي. فاول شيء من هاي النقطة عرفنا انه الاكس 2 والواي 6 والزد 3 من خلال هاي النقطة. نستخرج الرو حسب القانون الموجود عندنا، تطلع عندي 6.32. نستخرج الفاي أيضا من خلال القانون، ناخذ تان انفيرس الواي على اكس، 6 على 2 تان انفيرس بالحاسبة. طبعا لازم نتأكد الحاسبة تكون على الديجري وليس على الريديان، راح تطلع عندي زاوية 108.43 درجة. الزد مباشرة ناخذ انه هو 3، هاي بالنسبة للسيلندريكال. بالنسبة للسفيريكال أيضا نستخرج الـ R اللي هي X تربيع Y تربيع Z تربيع تحت الجذر، يطلع عندي 7. ونستخرج الثيتا اللي هو هذا قانونها أيضا باستخدام الحاسبة، يطلع عندي هذا الناتج. والفاي قلنا هي نفسها الفاي، ما راح تختلف. إذا هاي النقطة اللي هي بالكارتيزيان تحولت إلى هاي النقطة اللي هي بالسيلندريكال، وتحولت إلى هاي النقطة اللي هي بالسفيريكال. إذا هاي بالكارتيزيان، وهاي بالسيلندريكال، وهاي بالسفيريكال. بعد ما حولنا النقاط هسه لازم نحول الفكتر. شلون نحول الفكتر؟ انا الفكتر اللي موجود عندي هو بالكارتيزيان. طبعا الفكتر منطينا بدلالة مجهول اللي هو الواي، الواي 6 مباشرة اقدر انزلها، والاكس هو -2 زائد الزد هي 3، فراح يكون عندي -2 زائد 3 راح يصير 1، فراح يكون عندي اي واي، والزد ما عندي فراح يكون 0، يعني كفكتر ما موجود عندي، ما عندي اي زد
كومبوننت، عندي قيمة النقطة بس ما عندي الفكتر الكومبوننت. بالبداية حتى نحول نستخدم هاي الماتريكس اللي شفناها، راح نخلي الاي رو والاي فاي والاي زد اللي انا اريد احول لها اخليها على الطرف اليسار، واللي اريد احولهن اخليهن على الطرف اليمين. اخلي هنا قلنا الاي اكس والاي واي والاي زد. الاي اكس انا عندي موجودة اللي هي الواي، اكس زائد زد صفر، اقدر مباشرة اعوضها او اعوفها بهاي الطريقة. فنضرب الواي بالكوساين فاي زائد اكس واي اكس بلس زد، اضربه بالساين فاي، والصفر بالصفر هو صفر، راح يحصل على اول عنصر. وهذا شلون نحصل عليه؟ نضرب هذا الفكتور، نضربه بهذا الفكتور، بهذا الفكتور الاول. بعدين هذا شلون نحصل عليه؟ نضرب هذا الفكتور، هذا الرو فكتور، نضربه بهذا الكولوم فكتور. يعني نضرب عنصر عنصر ونجمع. فالواي في ماينس ساين فاي هو ماينس واي ساين فاي، وهكذا طلعنا هاي الاي رو والاي فاي والاي زد. شنو صار عندي؟ انا عندي انه الاكس لازم، يعني ما اعوف شي بدلالة اكس واي، لازم كلها اعوضها. فانا عندي الاكس هو هذا قانونه والواي هو هذا قانونه، فاعوضهن هنا، فراح يصير عندي هاي النقطة كلها بدلالة الفاي والرو، يعني ما موجود عندي لا اكس ولا واي. اذا هاي بالنسبة للسينتريكال. بالنسبة للسفيريكال شو راح نحوله؟ نفس الطريقة نستخدمها. اقدر هنا اكمل الحل، يعني اذا اقدر اعوفها بهاي الصيغة، او اقدر اكمل الحل انه انا عندي الرو اقدر احسبها وعندي الفاي، فأقدر أطلع القيم مالتهم وأعوضهم، فراح يطلع عندي الناتج بهاي الطريقة. يعني عندي الرو أني حاسبها وعندي الفاي، ومجرد ما أعوضهم أضرب قيمة الرو كوساين الفاي بساين الفاي زائد الرو كوساين فاي بلس زد ساين فاي. يعني إذا وصلنا لهذا الطريقة مجرد يبقى تعويض، مو مشكلة، يعني اختصارا للوقت يصير عندي هذا بالأخير، هاي القيمة تطلع عندي هاي الشكل. نفس الشيء بالنسبة للسفيريكال من خلال هاي الماتريكس، بس هنا راح يصير عندي الـ AR والـ A ثيتا والـ A فاي، وأضرب الـ Y بأول أول رو فاكتور، وأطلع الناتج بهاي الطريقة، وأرجع أعوض القيم اللي أنا عندي. هاي القيم اللي عندي اللي هي ال x تساوي ال r sin theta cosine phi، اللي هي الطريقة الثانية اللي قلنا إذا أنا بحول من الكارتيزيان للسفريكال، ومباشرة أشيل كل x وكل y وكل z أحط بمكان هنا القيم مالتي وفق القوانين اللي أخذناها بالبداية، وأعوض القيم اللي أنا طلعتها مال الزاوية وال r، راح يطلع عندي الفكتور بالشكل النهائي بهاي الطريقة. لنهاية باختصار، يعني الفكرة من الشابتر الثاني اللي هو عندي ثلاثة coordinate system، سوي مقارنة بيناتهم، يعني نسوي مراجعة سريعة للشي اللي أخذناه. احنا أخذنا بالشابتر الأول أخذنا الضرب مع المتجهات، وأخذنا الطرح، وأخذنا الضرب، وقلنا ماكو قسمة. وبالضرب أخذنا الدوت وأخذنا الكروس، كل واحد وطريقته. الشابتر الثاني أخذنا بثلاث coordinate systems،
أول واحد أخذناه اللي هو السيلندريكال اللي هو اكتب الصيغة مالته الـ AX والـ AY والـ AZ. بعدين أخذنا هنا الكارتيزيان، أخذنا السيلندريكال اللي هو الـ A رو والـ A واي والـ A زد. بعدين بالسفيريكال أخذنا الـ A R والـ A ثيتا والـ A فاي. وأخذنا القوانين اللي نحصل منها على هاي الكومبوننت نسبة إلى الكوردينات الآخر، يعني طلع هذا بدلالة هذا أو هذا بدلالة هذا وبالعكس. هاي الفكرة من الشابتر الأول والشابتر الثاني. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نكمل شابتر 3 اللي هو الفكتور كالكولس، راح ناخذ الحجم والمساحة والاشتقاقات مالتهم. راح نبدي يعني نشتق الفكتور. أخذنا العمليات البسيطة اللي هي الألجبرا، صرنا ناخذ الكالكولوس تشابتر 3 وراح نشوف شلون نستخدمها بالفصول الأخرى، شلون نستفاد منها. تحياتي لكم، مع السلامة.